مساء الخير يا احلى شباب، معاكم احمد بهجة من قناة فرجني، ورجعت لكم تاني في فيديو جديد من لعبة سبايدر مان مايز موراليس. بعد محاولات كتيرة جدا جدا وفشل، نجحت في الاخر ان انا اخلص التشالنج اللي هو الستيلث تشالنج رقم 3 او تحدي التخفي رقم 3 في اللعبة، وتبقى ده تقريبا اخر تحدي تخفي موجود في اللعبة. فقررت ان انا اعمله فيديو ضروري جدا عشان تشاركوني معاه وتقولوا رايكم فيه، ولو عنده في اي حد عنده مشكلة هو يخلص التحدي دوت على مستوى الالتيميت ممكن ينسباير الفكرة من الفيديو دوت، ورب هو يساعدكم. قبل ما نبدأ، لو انت اول مرة تشوف الفيديو ما تنساش تشترك في القناة، لو انت مشترك في القناة تفعل الجرس وتتفاعل وتقولي رأيك في الكومنتات، ما تنسوش الموضوع ده مهم جدا يا جماعة، رأيكم في الكومنتات. لو عندكم اي حاجة اقتراحات عايزين تقولوها بخصوص اللعبة او اي اضافات جديدة او سيكريتس ما تنسوش تبعتوها لي في اي لينك من لينكات فيسبوك تويتر انستجرام، او تسيبوا لي الكومنت على الفيديو. وهيا بنا نلعب. في عندنا هتلاقوا زي كده قنبلة في البوت اللي موجود هنا جنبهم، بتعملهم لور اللي هم يقربوا منها، وبعد كده بتفجروا فيهم فبيختفوا. في واحد هنا على الشمال، ده هعمل فيه ايه بقى؟ اعمل فيه ايه؟ هو اداني ظهره اساسا. كول، قشطة. ننزل نعمل كاموفلاج بس، خلاص نطلع نروح بقى المكان اللي بعده على طول بسرعة 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 بسرعة. التايمينج دقيقة ونص، لازم ألحق قبل دقيقة ونص. أيوة، هنا في قنبلة في البوت أهو. هلفوا له الناحية التانية، هيسيبوه لوحده هنا كاموفلاج. ننزل نعمل إيه؟ ديس أرم. زي الفل زي الفل، تمام. إحنا كده ماشيين كويس أوي. وبعدين وبعدين نديها واحدة هنا. ايوه، ده نشنقه او نعلقه بس، نديله ده بسرعة كده بسرعة. خلاص 19 20 21 كاموفلاج بسرعة. ديسام ديسام ديسام. اوه تمام كده، تمام قوي. التيميت يا جماعه، والف الف مبروك، ويا رب يكون عجبكم الفيديو واستمتعتوا بيه. ولو عندكم اي تعليقات ما تنسوش تسيبها لي في الفيديو من تحت، واشوفكم فيديو جاي. كان معاكم احمد بهجت من قناه فرجني، ومع السلامه.